خلينا نطلع اول شيء على الطرق اللي ممكن اغير فيها سرعه الاندكشن موتور. لو بدنا نحكي على اندكشن موتور اذا ميثودز اوف بيرنج هذا ما اظن انه موجود في الفيديو فلذلك راح اضيفه هلا. كيف ممكن اغير الهوريزون؟ خلينا بس ابدا باخذ طريقه كرود فيري كرود وما بنصح فيها بس هي موجوده اللي هي سيريز ريزيسترز. بس حتى اقدر اعمل مرات ستارتنج فبحط سيريز ريزيسترز ان سيريز مع الاندكشن موتور ما راح تلاقوها لا موجوده. هاي طريقه قديمه يمكن في بعض حالات خاصه مستعمله فبكون عندي مجموعه ريزيسترز. في طريقه ستارت ريزيسترز دكتور ممكن تعملها ستارتنج لاندكشن موتور بهي الطريقه. انا زي ما قلت هذه غير قديمه وسيئه جدا بس ممكن هاي ستيبت طريقه ستيبت فبجيب مجموعه. طبعا هدول بيكونوا باور ريزيسترز بحطهم ان سيريز مع الاندكشن موتور ثري فيز وهون بحط ار واس وتي وعندي بعدين هون ثري كونتاكترز. هاي الكونتاكتر الاول راح اسميه كي 1 وبعدين عندي هون كونتاكتر كي 2 وهدول بيكونوا الكونتاكترز بيكونوا اوف بعد فتره زمنيه معينه بيشتغلوا فبدهم يكون اظن السيمبل اللي على هاي بده يكون اظن هذا الشكل اون ديلي اللي هو بيشتغل يعني باخذ ديلي حتى انه يشتغل حتى يسكر اظن هيك مضبوط الرمز تبعها ولا معكوس يعني المهم انه لما احنا نبدا نشتغل لما شغل السيستم بكونوا هدول كلهم مفتوحين اوف الكونتاكترز الثلاثه K1 وK2 وK3. شو يعني اني احط K1 و K1 و K1؟ هدول ينتموا لمين؟ لنفس الكونتاكتر. يعني هون في عندي كونتاكتر اسمها K1 هاي ما طالع منها وهون بعمالي بشغلها بعد فتره زمنيه معينه. لكن هون عندي K2 وهاي K1 هاي طالع منها K1 3 كونتاكتس بنحطهم خط المقطع. ايش بدل هذا الخط المقطع؟ انه هذول 3 كونتاكتس يعني شغالين بنفس الكونتاكتر هي هم. وعندي كمان هون بيكون K3 انا زي ما حكيت هذه الطريقه فيها مشاكل. هاي طبعا فيها مشاكل. اول شيء بتضيع التورك بخسر تورك. بعدين ستارتنج بكون ستيبس فبنلاقي محرك عمل رجه بعدين كمان رجه بعدين كمان رجه ثالثه. السيء الوحيد هاي تستخدم كسوفت ستارتر غير مستخدم الان. بدي اعمل تايمينج طبعا يعني بشغل K1 بالاول. هي هون عملت ستارت هاي الزيرو بشغل K1 بتيجي اون بشغل مثلا K2 بتصير اون بشغل K3 بتصير اون. فبكون خلال فتره زمنيه معينه المفروض خلال الفتره هاي بدا المحرك يتحرك. لو طلعنا على السبيد تور كيرف تبعت هاي بكون انا بغير فعليا الفولتج الستيتر فولتج بتغير. فاذا اطلعت على السبيد تور كيرف رح الاقي السبيد تور كيرف بتناسب مع مربع الفولتج. فالتورك بتناسب مع في سكوير. فاذا نزلت الفولتج للنص رح ينزل التورك للربع. واذا نزلت التورك الفولتج للربع رح ينزل ل 1 على 16 وهكذا. اذا نزلته لل 1 على قدر 3 بينزل 1 على 3. فالتورك هون بينزل يعني هذا هون عندي V1 مثلا V2 V3. رح تلاحظ طبعا هون التورك ضعف وستارتنج تورك ضعف. ولذلك هاي مش من الطرق المحبذه فيها مشاكل كثير. وبعدين كمان هذه هون ستيبت ستارتنج. دكتور V1 و V2 V3 عن ايش بيعبروا؟ انه انا اول شيء عامل اوف K1 بس. اول شيء يعني خليني اعكسهم ماشي خليني اعكسهم احسن ها. خليني احط اذا بدك هون هاي V1 هاي V2 هاي V3 وهي V3. فلما شغلت اول شيء V1 كانوا كل الكونتاكترز اوف فاقل فولتج. بعدين لما سكرت K1 زاد شوي الفولتج لاني عملت شورتنج للريزستر فصار عندي V2 عملت شورتنج لكمان صار V3 بعدين عملت شورتنج لهم الثلاثه صار عندي V-rated رجع للسبيد تور كيرف الاصلي. هذا فعليا احنا بنستخدمه كسوفت ستارتر لكن مشكلته كومبلكس. هاي فيري كومبليكيتد الارينجمنت اللي هون مكلفه بتاخذ مساحه بتضيع طاقه في البدايه بالريزيسترز من هون وبعدين ستيب ستارتنج وبضعف والتورك ضعيف ستارتنج تورك ستارتنج. هلا الطريقه الثانيه اني استخدم شيء اسمه اوتو ترانسفورم بتتحكم انت بالفولتج اللي داخل غير الفولتج. هذا
عاده الاوتو ترانسفورمر بيكون عندي فيكسد وايندينجز اذا باخذ سنجل فيز. هذول نسميهم تابس. فباخذ هلا هون هي عندي الانبوت فولتج وبعدين بناخذ فيكس تابس من مناطق مختلفه. هلا هون اللي بنعمله هي التابس ريشيو بكل مره. تمام عندي تابس مختلفه. هلا الاوتو ترانسفورمر هي نفس الوايندينج بس انا باخذ تابس مختلفه من هون فما بضيع الطاقه. هون عمالها بتضيع الطاقه الفولتج دروب عماله بضيع في الريزستر بس بس تمام لساها ستيبت. هاي لساها نفس المشكله ستيب بس خففنا من الحراره اللي موجوده هون فهذه لساها كمان ستيب بس لس انرجي كونسومشن. وهلا الفكره اللي هون بيكون عندي مجموعه كونتاكتس V1 V2 V3 نفس الفكره الى حد ما بس بوتنش ميتر بتستخدم ريزيسترز. هذه هون هي نفس الترانسفورمر بس هو اوتو ترانسفورمر ما هي برايمري معزول عن السكندري اوتو ترانسفورمر. هاي الى حد ما كمان موجوده في بعض الاحيان بس اقل بكثير الان يعني بوجود الفيريبل فريكونسي. فهي اسمها اوتو ترانسفورمر. سبيد توركر رح يكون نفس سبيد توركر اللي موجود هون. لاحظوا السينكرون سبيد ما تغيرت ظلت نفس النقطه. تمام لوسز بتكون اقل لوسز اقل بستارت ستارت لوسز بتكون اقل. إذا أحد الطرق المستخدمها هي سيريز ريزيسترز حكينا عن الأوتو ترانسفورمر. ممكن هلا في بعض أنا بس ما شفتش من ناحية عملية بس لو كانت هذه تاب بتتحرك من هون بكون كونتينيوس ببطل ستيبلس ببطل ستيب بصير ستيبلس. لو عندي شيء محرك صغير مثلا يحرك التابس من هون بقدر أزيد الفولتج شوي شوي. هذه أحد طرق محاولة تغيير الفولتج بنعمله فيربل فولتج. فمن ناحية واقعية هو هذا اللي موجود أكثر تاب أوتو ترانسفورمر. أنا عندي إشاعة جدا لحد الآن موجودة ومستعملة، إذا ما بدي أستخدم سوفت ستارتر هي ستار دلتا. وستار دلتا أريمنجن بتتطلب إنه المحرك يكون طالع من السكس وايندينجز تبعته. رح أرسمها بهذا الشكل. السكس تيرمينالز قصدي، هو 3 وايندينجز مش هيك؟ دكتور انه بيبدا بدلتا بعدين بيصير ستار او شيء زي بدا ستار بعدين بتحول لدلتا. هذا مستخدم كثير في السباي تمام كثير رح تنزل تطبيقات ستار دلتا رخيص وبستعمل بس كونتاكت كونتاكترين كونتاكتر للستار كونتاكتر للدلتا وكومن كونتاكتر 3 كونتاكترز وفي تايمر والتايمر حتى اذا بتطلع اذا عمر حد منكم شاف التايمرز نيوماتيك تايمر بتكون بتنحط مع على الكونتاكتر نفسه فبتعطيني ديلي معين فبتكون مثلا ديلي 4 ثواني 5 ثواني 7 ثواني بيشتغل ستار فبدخل واحد على ثلاثة على جذر الثلاثة من الفولتج فبكون واحد على ثلث التورك واحد على ثلاثة من التورك وبعدين بتحول دلتا. بس هذا مشكلته لازم السكس تيرمينالز تبعون الثري فيز الثري فيز موتور يكونوا طالعين لبرا لأنه عادة كثير محركات بتكون مشبوك دلتا أو ستار زي ما شفنا المرة الماضية. شفتوا المرة الماضية على النيم بليت كان محطوط إنه مثلا هذا مشبوك دلتا أو مشبوك ستار. إذا مش مطلع لك الوايندينجز ما بتقدر تشغل ستار دلتا بدك تطلع تفتحه مد الاسلاك او يجي مقطعين الست اسلاك لبرا. هلا هون رح يكون عندنا رح احط انا دوت كونفنشن. دوت كونفنشن يعني انه هذا المحرك لو نوصل ستار نوصل بهذا الشكل. لو نوصل دلتا كون الدوت هون دوت هون دوت هون. اوكي؟ هاي الدوت كونفنشن تحكيني وين رح يجي النورث وين رح يجي الساوث. فالدوت كونفنشن لازم هدول يتوصلوا هيك وهدول يتوصلوا بهذا الشكل. الان اذا بدي اعمل ستار دلتا رح اعمله حتى اشغل هذه ستار رح اجيب كونتاكتر اسمها اس. رح استعمل وحده ثالثه انا ما بعرفش انها ضروريه ولا لا بس رح احطها فور سيمتري اني واي رح اسمي هذه اس وهذه اس. وهون رح يكون في عندي كومن كونتاكتر رح اسميها سي. كومن يعني هي كومن للستار وللدلتا كومن مشترك مش هيك كلمه كومن سي سي. هلا اذا لما بدي اشغل ستار شو بشغل؟ بشغل السي سي سي وبشغل الاس. لما اشغل الاس كيف الوصله صارت تبعت هذا؟ ستار. هلا رح تقول لي هذا ريدندنت صحيح. بعدين بدي اشغل الدلتا لحتى اشغل الدلتا لاحظوا الدوت بتنوصل مع اللي مش دوت الدوت بتنوصل مع اللي فيش فيها دوت فبدي اخذ هذا من هون
ايش هذا الكونتاكت بنسميه اللي انا رسمته؟ هذا الكونتاكت شو اسمه؟ نورمالي اوبن ولا نورمالي كلوز؟ نورمالي اوبن. نورمالي اوبن يعني لما الكونتاكت ما فيش عليها كهرباء ومطفيه طافيه هيك بكون وضع هذا اوبن. ونفس الشيء عندنا هون هذا راح اسميه دي، هذا راح اسميه دي، وظل عندي واحد ثالث. وين لازم يجي الثالث؟ هل بصير اشغل الستار والدلتا مع بعض؟ بصير شورت سيركت، بصير شورت سيركت. اذا شغلت الستار والدلتا مع بعض بصير عندي شورت سيركت، فلازم يكون في عندي ميكانيكال انترلوك ما بين الستار والدلتا كونتاكترز. الميكانيكال انترلوك هو ميكانيكال ديفايس ونزولها بمثلث، فالكونتاكتر تبعت الستار والكونتاكتر تبعت الدلتا بيكون في مثلث، مثلث في قطعه صغيره ميكانيكيه بتكون محطوطه بين التو كونتاكتر. اذا اشتغلت واحده منهم في بن بدخل في الثانيه وبمنع انها تشتغل ميكانيكيا، بمنعها. هذا بنسميه ميكانيكال انترلوك. ميكانيكال انترلوك بمنع ستار والدلتا انها تشتغل. اذا شو السيكونس تبع التشغيل ستار دلتا؟ شو راح نعمل؟ راح نشغل السي كونتاكتر وراح نشغل الاس كونتاكتر لفتره حوالي 5 ثواني 6 ثواني. احنا بدنا نعيرها ونشوف. هلا عادة هذا التورك تبعه راح يضعف، ليش راح يضعف الستارتنج تورك تبعه لما بشغله ستار؟ لأنه التيار كبير. الفولت، لأنه الفولتج نزل، قديش نزل الفولتج على فكرة؟ واحد على جذر الثلاثة بالضبط، راح ينزل بواحد على جذر الثلاثة، لازم تتذكروا عندي هون أنا ماخذ كأني فيكتور التيار ولا الفولتج؟ الفولتج راح ينزل، هلا في علاقة بين الفولتج وذا، الفولتج راح ينزل. ليش؟ لأنه احنا هون كنا نحط، احنا عادة هذا ريتد المحرك ريتد انه ياخذ الفول لاين فولتج بين هاي النقطة وهاي النقطة. انا قصيت هلا هذا الفولتج رحت انا حطيته هون. فلما حطيته هون ايش توزع؟ توزع جذر الثلاثة، واحد على جذر الثلاثة، فصار واحد على جذر الثلاثة. فالسبيد تور كيرف تبع ستار دلتا ستارتنج بيكون هذا بينزل للثلث. ليش للثلث مش لواحد على جذر الثلاثة؟ لأنه في تي تتناسب مع في سكوير. فلما في صارت واحد على جذر الثلاثة تربيع بتصير واحد على ثلاثة. فهذا بينزل لواحد على ثلاثة من قيمته اللي موجودة هون، وستارتنج تورك راح ينزل. فهذا طبعا ممكن يكون عندي مشكلة إذا في عندي لود بدي أعمل ستارتنج أون لاين، يعني لايف ستارتنج، ممكن ما يقدرش يعمل ستارتنج. لأنه إيش صار بستارتنج تورك؟ هلا أحيانا نعمل له ستارتنج بعدين بنحط عليه اللود، أو بدنا نتأكد إنه يقدر يعمل ستارتنج، مرات ما بيقدر المحرك يعمل ستارتنج. إيش بصير؟ بحط عليه ستار ما بيقدرش، بيصير يعمل هامينج لانه مش قادر يقوم على التور، وبعدين بيجي الدلتا بيبدا مره واحده ما تحققش الهدف اللي احنا بدنا اياه. احنا بدنا نعمل كنا سوفت ستارت. اذا هون عندي ميكانيكال انترلوك، السبيد تور كيرف، هاي تور وهي سبيد، بصير سبيد تور كيرف واحد، التور بينزل لواحد بالدلتا الاصليه. بعد 5 ثواني او 6 ثواني ايش بعمل؟ بسكر بطفي ستار وبتاكد انه ستار طفت والمحرك لسه، يعني ما هو ميكانيكيا ما راح لفراكشن اوف سكند، بس اتاكد انه ستار طفت راح يفصل الميكانيكال انترلوك من هون بشغل الدلتا. الكومن ما بطفيها بالحالتين يعني بضلها شغال. الكومن عم بجيب لي 3 فيزز من هون، فهذه 3 فيز هي ار اس تي من هون. شو الديس ادفانتجز اللي بتغلب عليها من هون؟ فيش في عندي شويه كومبليكيشن، عندي كونتاكتر اضافيه وكونتاكترين اضافيات، بدي تايمر كمان خفف من في تايمر، بس خففنا من اللوسز وبطل هذا ستيبلس، يعني اخف في ستيبنج، في ستيبنج صحيح، لانه في ستيب راح تصير بين ستار والدلتا، بس هذا شائع جدا مستعمل. هلا مشكلته اذا كان في عندي تورك ما راح يقدر يعمل ستارت، اذا في تورك شديد ستارتنج تورك تبعه اضعف.